السلام عليكم، كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. فيديو اليوم بعلمكم طريقة عمل لحمة البرجر. ممكن تطبقوا نفس الخطوات للدجاج إذا ما تحبون اللحمة. خلونا نبدأ بالخطوات مع بعض، ويلا نبدأ. أولاً نحتاج إلى بصل، ثوم، ونفرمهم كويس. الآن نجيب اللحمة المفرومة بعد كذا نضيف لها البهارات المشكلة ونضيف لها ملعقة طعام زيت زيتون بيضة ورشة ملح ونفرمهم كويس. بعد ما نفرمهم نجيب القالب تبع البرجر اللي مثل هذا، صراحة جدا جدا عملية، أعجبني جدا. بتحصلوا رابط المنتج في أول تعليق أو في صندوق الوصف. وكمان نجيب ورق زبدة مقصوصة على هذا الشكل، يكون بشكل دائري، يعني هذه قصتهم بأشكال دائرية، ممكن تحصلوا زيها جاهزة في بعض المحلات ما أعرف. الآن نحط القالب بهذا الشكل ونحط ورقة الزبدة داخلها. الآن ندهن يدنا بزيت وناخذ جزء من اللحم اللي فرمناه بهذا الحجم أو حسب رغبتكم. ونحطها داخل القالب ونجيب ورقة زبدة ثانية فوقها. ونكبس اللحمة إلين تتشكل معانا شكل دائري مرتب. صير معانا بهذا الشكل الجميل. الآن نجهز المقلاة وندهن عليها شوية زيت، ممكن تستغنوا عن الزيت. نجيب قطعة لحمة البرجر ونشيل منها ورقة الزبدة ونحطها على المقلاة. أول ما تبدأ تستوي بيبان عندكم من الحواف إن لونها تغير. الآن نقلبها ونكبس عليها بشكل خفيف ونسيبها لين تنضج. وكذا لحمة البرجر تكون جاهزة معانا. الآن نجيب عيش البرجر، سبق وشرحت لكم طريقة عمل العيش في القناة. ونضيف شوية سلطة وبعد كذا نطرح لحمة البرجر وشريحة جبن. عن نفسي أحب البرجر ناشف، البعض يحبون عليها صوصات وكذا، فكل واحد حسب رغبته. لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا كمان أنكم تشاركون هذا الفيديو مع أصحابكم محبين البرجر. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.